مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج موضوع اليوم. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بقصف عدد من البنيات المدنية من بينها مستشفيات ومدارس. في هذا السياق لا يزال الموقف الدولي عاجزا عن فرض وقف إطلاق النار الفوري، وتبقى أصوات المنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية غير مسموعة من لدن القوى المؤثرة في هذه الحرب على غزة، في وقت فاق فيه عدد من قضوا نحبهم تحت القصف الإسرائيلي 13,000 فلسطيني، وقدر عدد الجرحى بعشرات الآلاف، فيما بلغ عدد النازحين داخل القطاع 1.7 مليون شخص. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من فاس الدكتور سعيد صديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وينضم إلينا من بروكسل الأستاذ محمد رجائي بركات، الخبير في القضايا الدولية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور سعيد صديقي. في الأيام القليلة الماضية في الواقع جرت متغيرات. طبعا تركز القصف الإسرائيلي على المنشآت المدنية، وهذا ليس جديدا في الواقع، لكن كان هناك انكشاف في الدعاية الإسرائيلية بخصوص استخدام المنشآت المدنية كدروع أو كبنيات عسكرية من لدن حركة حماس، وهذا بالرغم من اقتحام القوات الإسرائيلية لهذه المنشآت لم تجد لنقل دلائل ملموسة أو مقنعة للغرب أنه بالفعل كانت تستخدم كبنيات عسكرية. هذا واحد. المسألة الثانية هو أنه هناك تحقيقات صحفية من داخل إسرائيل أيضا كشفت أنه الجيش الإسرائيلي كان مسؤولا عن مقتل المئات من المدنيين في إسرائيل في 7 أكتوبر وليس حركة حماس. هل يغير ذلك شيئا في توصيف الوضع على الأقل غربيا؟ أنت كما أشرت، إسرائيل انتهكت كل قواعد القانون الدولي، وخاصة قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة الحق في الحياة. هجمات عشوائية على جموع المدنيين، التهجير الجماعي الذي يرقى ليس فقط إلى جرائم ضد الإنسان وجرائم الحرب، بل جريمة الإبادة الجماعية، لأن هدف هذه الهجمات وكأنها هو إفناء جزء من الشعب الفلسطيني. فهل هذا يعني لا يكفي لوصف ما تقوم به إسرائيل بالجرم؟ وهل هذا يعني غير كافي ليستيقظ ضمير الغرب؟ يعني أنا أعتقد بأن يعني تدمير المستشفيات أو اقتحام يعني هناك حدث قبل ذلك آلاف من تدمير وقتل يعني الأرواح، 70% منهم من الأطفال والنساء. يعني هل هذا يكفي؟ يعني أنا أعتقد بأن بعض دول الغربية نعم بدأت تخفف من دعمها الأعمى لإسرائيل، لا سيما الدول التي لا يوجد فيها لوبي إسرائيلي قوي أو ليست لها عقدة ذنب تجاه اليهود، لكن مع الأسف من يملك أدوات التأثير في هذا الحرب هو إسرائيل. حتى الولايات المتحدة الأمريكية يبدو كأن قرارها اختطفه اللوبي الإسرائيلي، وبالتالي من سيقرر المصير هو الميدان، هو يعني ما ستسفر عنه المعركة بين المقاومة وبين حماس. إذن توصيف يعني ما تقوم به إسرائيل تجاوز كل التوقعات، لا يمكن كما قلت، حتى تقييمات القانونية أصبحت يعني واضحة جدا، جرائم مكتملة الأركان، كل ما يتعلق بما ينص عليه القانون الدولي الجنائي. وبالتالي هذه الحكومة، أعضاء هذه الحكومة المتطرفة وأيضا قادة الجيش الإسرائيلي، ينبغي يفترض لو كان هناك تطبيق وآلية فعالة في القانون الدولي لا كان مصيرهم المتابعة والاعتقال. شكرا لك دكتور سعيد صديقي. أستاذ محمد رجائي بركات، هل يؤثر في العمق انكشاف الدعاية الإسرائيلية بخصوص استخدام حركة حماس للمستشفيات عسكريا، انكشاف هذه الدعاية وهذه السردية الآن، بحكم أنه حتى في الغرب الآن يسألون أين هي البنيات العسكرية الموجودة في هذه المستشفيات؟ حتى الجيش الإسرائيلي من خلال الفيديوهات التي نشر
وعدلها وسحبها ومسحها ثم عدلها ثم أعاد نشرها لم يثبت أنه هناك شيء مقنع للغرب فيما يتصل باستخدام المنشآت المدنية والصحية لأغراض عسكرية. ينضاف إلى ذلك أيضا ما انكشف مؤخرا أن الجيش الإسرائيلي نفسه مسؤول عن مقتل المئات من المدنيين الإسرائيليين في غلاف غزة في 7 أكتوبر بقصف من طائرات إسرائيلية. هل يغير أو يؤثر في العمق في فهم الغرب للأمور؟ أعتقد أنه منذ يوم 7 أكتوبر الماضي أجهزة الاستخبارات الغربية والعالمية تعلم جيدا بأن المقاومون الفلسطينيون الذين دخلوا إلى الأراضي الفلسطينية إلى بعض المستوطنات لم يكن بإمكانهم قتل 1500 أو 1600 إسرائيلي، وذلك لأمر بسيط وهو أنهم دخلوا بحوزتهم أسلحة خفيفة ودخلوا على درجات نارية ولم تكن لديهم دبابات أو طائرات مقاتلة. بين قوسين دكتور رجائي بركات، في البداية كانوا يقولون بأن حماس هي مسؤولة عن مقتل 1400، الآن يعدلون الرواية يقولون مسؤولة فقط عن 1200. طبعا بالفعل الآن يقول 1200، لكن هذا دليل أيضا على أن من قتل معظم الذين قتلوا أو استشهدوا في داخل الأراضي الفلسطينية في حزام غزة، من قتلهم هم الإسرائيليون للجيش الإسرائيلي، وتم التحدث عن ذلك مباشرة. يعني الآن يأتي الكشف وإعادة الحديث عن هذا الموضوع، تم التطرق إليه مباشرة، والكثير من شهود العيان حتى من الإسرائيليين قالوا أن من استهدفنا هم الجيش الإسرائيلي. كان هناك طائرة أباتش وطائرة مقاتلة إسرائيلية قامت بإلقاء القنابل على الجميع، وتم تطبيق ما يسمى بمبدأ هانيبال، أي أنه عندما يكون هناك عدو ويوجد جنود من جيش ما وحتى مدنيين يتم قصف الجميع، وهذا ما حصل في الواقع. ما أريد أن أقوله هو أن المخابرات الأمريكية وغيرها كانت على علم بأن ليس حماس أو ليس المقاومون الفلسطينيون هم من قاموا بذلك، ولكن الدعم المطلق لإسرائيل وتصديق السردية والرواية الإسرائيلية من قبل المسؤولين الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية تجعل إسرائيل تتمادى، وكما يقال من أفلت من العقاب فإنه بإمكانه أن يفعل ما يشاء، وإسرائيل والجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يعلمون جيدا أنه من هذه الناحية هناك إفلات من العقاب، لن يتم محاكمتهم ولن يتم سؤالهم عن هذا الموضوع. جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، المشاهد التي شاهد الجميع الآن، حتى ولو كانت وسائل الإعلام الغربية لا تظهر ولا تنشر ما واقع الأمر والمشاهد التي يتم نشرها على بعض المحطات العربية، ولكن الآن مع الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الجميع يطلع على هذه الأمور. فبالتالي مع الأسف كون مواقف الدول الغربية لم تتغير إلا ظاهريا، يعني عندما يذهب رئيس الممثل الأعلى للسياسة الخارجية السيد بوريل إلى إسرائيل يدلي بتصريحات، ويذهب إلى دولة عربية أخرى يدلي بتصريحات أخرى، عندما تذهب السيدة فوندرلاين إلى مصر على سبيل المثال تصريحاتها كانت أن مصر تلعب دورا هاما في إحلال الاستقرار في المنطقة، أي أنها تدعو الدول العربية بما فيها مصر أن لا تتدخل فيما يجري حاليا. وبالطبع القادة الإسرائيليون عندما يشاهدوا هذا الموقف سيستمروا وسيتمادوا، والمشكلة هو أن الموضوع ليس فقط قطاع غزة. طيب تفضل. ليس فقط قطاع غزة بل ماذا؟ ليس فقط قطاع غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما تحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حمل خارطة إسرائيل لم يكن لديها حدود،
ولم يكن هناك وجود لا للأردن ولا للضفة الغربية ولا لقطاع غزة، كانت كلها إسرائيل. طيب. والمعروف أن الحكومة الحالية يشارك فيها يمينيون متطرفون، هدفهم هو إقامة إسرائيل الكبرى والذهاب إلى كل منطقة في الدول العربية كان يوجد فيها تاريخ يهودي بما فيها خيبر. فبالتالي هنا تكمن الخطورة في الوضع، لأنه ليس فقط تهديد للفلسطينيين وتهجيرهم من الضفة الغربية إلى الدول أخرى أو من قطاع غزة إلى الدول الأخرى، وإنما هناك ما هو أبعد من ذلك بكثير. شكرا لكم أستاذ محمد رجائي بركات. دكتور سعيد صديقي، لا أدري إذا كان من المفيد التساؤل عن الاتجاه الذي يسير فيه الموقف الدبلوماسي الأمريكي في الفترة الأخيرة إزاء ما يجري في غزة، لأنك تابعت أيضا أنه وزارة الدفاع الأمريكية أيضا قالت في تقييماتها العسكرية، والاستخبارات الأمريكية قالت في تقييماتها عدة مرات بأنه حركة حماس تستخدم فعلا المنشآت الصحية والمستشفيات كبنيات عسكرية. بعد ذلك الجميع الآن يحرج الناطقين باسم وزارة الدفاع الأمريكية وفي البنتاغون أيضا، أين هي الدلائل وهل كانت تلك التقييمات بالفعل جدية وأين هي الدلائل الملموسة؟ هل من المفيد التساؤل عن إمكانية تغير الموقف الدبلوماسي الأمريكي أم لا؟ رغم أنهم الآن لا زالوا يتحدثون عن هدن إنسانية ومن سعي الإفراج عن الأسرى، وطبعا الكلام العام عن المدنيين، نستحضر أيضا ضغط الشعبي المهم الذي يتنامى يوما بعد يوم ويشكل ضغطا على صانع القرار، قرار السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أيضا حسابات انتخابية دقيقة في أمريكا، مما يجعل موقف السياسي للإدارة الأمريكية الحالية منحازا لإسرائيل، نظرا للموقف الضعيف الذي يوجد فيه جون بايدن في هذه الفترة. لكن قد يمارس نوعا من الضغط، نعم، إذا استمرت الحرب ليس فقط لإنقاذ المدنيين الفلسطينيين، بل أيضا وهذا مهم جدا لإنقاذ إسرائيل من هذه الورطة التاريخية التي لا يبدو لها في الأفق أي مخرج ملائم بعدما خلفت هذه الهجمات مجازر إنسانية مروعة لن تمحى، ودون أن تحقق إسرائيل من هذا العدوان أي هدف من أهدافها المعلنة. بعض الدول إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تعدل ولو قليلا من مواقفها بسبب صور هذه المجازر والتدمير، وأيضا كما قلت ضغط الرأي العام، لكن لا زال الموقف الرسمي الغربي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية متواطئ مع إسرائيل ويتناقض مع كل شعاراتها وقيمها المعلنة. أقصد هنا طبعا الموقف الرسمي، رغم أن الرأي العام يعني يتضامن جزء كبير منه مع الفلسطينيين، رغم الدعاية الإعلامية الرهيبة المنحازة للرواية الإسرائيلية، وهناك تنامي لمن يدعم القضية الفلسطينية لا سيما في أوساط الشباب. لكن كما قلت هناك محددات أخرى سياسية وعلى رأسها اللوبي الإسرائيلي والموقع الضعيف لجون بايدن قبل الانتخابات الرئاسية، يجعل هذه الإدارة تنتظر ما ستقدم عليه الحكومة الإسرائيلية. بمعنى إلى حد ما يمكن أن نقول بأن الموقف الأمريكي لا زال تابعاً للحكومة الإسرائيلية وليس العكس. طبعا قد يكون من الناحية الاستراتيجية، هل يتأثر الموقف الأمريكي أو يتأرجح على الأقل في نطاق واحد هو ضمان الردع لفائدة إسرائيل من أجل أن تتم المهمة التي تقوم بها في غزة؟ هل ينبغي فهم الأمر في هذا الاتجاه بالرغم من كل لنقول تذبذب الموقف الأمريكي والاكتراث بالمدنيين وأشياء من هذا القبيل وأهمية إدخال المساعدات وأشياء من هذا القبيل؟ نعم، هذا هو يعني الهدف، هو أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتحقيق هدف أهدافها وأهم أهدافها في أسرع وقت قبل أن يكون هناك ضغط أكبر على الإدارة الأمريكية. شكل الموقف الغربي والأمريكي غطاء للعدوان الإسرائيلي، لكن يبدو
أن هذه المهلة التي أعطيت للحكومة الإسرائيلية لم يكن كافياً لتحقق أهدافها، لكن هذا لا يعني بأن الإدارة الأمريكية سوف تنزل بكل ثقلها وتضغط على إسرائيل من أجل وقف هذا العدوان. قد يكون شيء معلن، لكن كما قلت الموقف الأمريكي مقيد باللوب الإسرائيلي الذي كأنه عاد إلى عصره الذهبي في التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، ولا سيما مما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مع الأسف ليس هناك مؤشرات قوية على أن سيكون هناك تأثير قوي وفعال للإدارة الأمريكية على ما تقوم به إسرائيل من عدوان همجي ضد الفلسطيني في غزة والضفة. طبعا أستاذ صديقي، البعض لربما يقدر بأن هذا الردع سيكون فعالا ومستدام، الردع الذي نتحدث عنه من خلال أيضا يعني وجود حاملات طائرات، غواصات نووية رادعة وأشياء من هذا القبيل، لكن ما تبعناه البارحة أيضا الأيام الماضية من قبيل مثلا اختطاف السفينة الإسرائيلية من قبل الحوثيين في المنطقة، هو برأي الإيرانيين أيضا يقولون بأنه هو المرحلة الأولى في توسع نطاق ما يجري. هل ينبغي أن يفهم الأمر في هذا الاتجاه أم أنه فقط سيبقى عنصر هامشي في التحليل؟ الإدارة الأمريكية سواء هذه الإدارة أو غيرها استراتيجيا ليس من مصلحتها أن تغرق في الشرق الأوسط مرة أخرى، وسعيها لعدم توسيع الصراع خارج غزة ليس فقط كما قلت لتعطي فرصة للحكومة الإسرائيلية تحقق أهدافها، بل أيضا لأن هذا سيشكل ضغطا استراتيجيا على أمريكا التي تريد أن توجه جهدها الأساسي الاستراتيجي نحو شرق آسيا، نحو المنافس الند لها وهو الصين. لكن ما حدث هو العكس من ذلك، حيث عندما انفجرت الأزمة الأوكرانية وأيضا هذه الحرب الأخيرة على غزة جعلت إسرائيل تنصرف عن أهدافها الاستراتيجية الكبرى، وكانت تعتقد قبل 7 أكتوبر كما قال جاك سوليفان بأن الشرق الأوسط أصبح أكثر هدوءا، لكن انتفاضة الأقصى يعني أربكت هذه الاستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية عفوا. باختصار، فمحاولة ردع الأطراف الفاعلة أو المساندة للمقاومة في الشرق الأوسط لا يعني نعم ترك الفرصة للحكومة الإسرائيلية تحقق أهدافها في غزة، لكن أيضا من ناحية الاستراتيجية عفوا تريد منه أمريكا ألا تنخرط أكثر في مستنقع الشرق الأوسط مرة أخرى، لأن المستفيد الأكبر استراتيجيا هما منافساه الصين وروسيا. ذكرت الصين وروسيا، في الواقع ولحد الآن موقفهما ليس بتلك القوة طبعا، ربما يعتمل في الأيام المقبلة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور سعيد صديقي. أستاذ محمد رجائي بركات، نتحدث طبعا عن العناصر الأخرى خارج نطاق الاحتراب في غزة. ما فعله الحوثيون بالأمس، ما يتصل باختطاف السفينة، وطهران قالت أنه هو خطوة أولى في اتجاه توسع النزاع، مرحلة أولى في الواقع، أنت كيف تفهم هذه الخطوات؟ الأذرع الإيرانية الموجودة في لبنان وفي اليمن هل بالفعل تؤدي دور جوهري أم أنه فقط تنشيط هذه الجبهات على سبيل رفع الحرج؟ في الواقع كافة دول المنطقة، يعني يجب أن نكون صريحين، الجميع يعلم ما هو المخطط الإسرائيلي حاليا. لن تكتفي إسرائيل بإفراغ الضفة الغربية وإفراغ قطاع غزة والعودة للاستيلاء عليها. هناك مصالح اقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية ولأوروبا تجعل من الحرب الحالية ضرورة أن تنتهي لصالح إسرائيل، وأن يتم القضاء على
وأن يتم عودة الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة، إفراغ الضفة الغربية وإعادتها بشكل تام للسيطرة الإسرائيلية، وربما كما ذكرت في البداية إلى أبعد من ذلك، وذلك لأسباب اقتصادية. الآن الحديث عن هذه اقتطاف السفينة، أعتقد أن حتى إيران وحزب الله في جنوب لبنان يعلمون جيدا بأن الأيام القادمة، الأشهر القادمة، السنوات القادمة سيتم التصفي وسيتم محاولة تصفية تواجدهم وجودهم هناك. إسرائيل هددت المسؤولين الإسرائيليين وخاصة هؤلاء الذين ينتمون للمتطرف، هددوا بشكل واضح أن هدفهم يذهب إلى أبعد من قطاع غزة والضفة الغربية وشرق الأردن. فبالتالي أعتقد أن حزب الله وإيران يعلمون جيدا بأنهم أن عليهم أن يتخذوا مواقف، يعني الصمت الحالي أو الحرب الخفيفة الجارية بيننا في جنوب لبنان في شمال الأراضي المحتلة ما زالت مستمرة، ولكن هل يكفي؟ يعني أعتقد أنه في النهاية حزب الله وإيران سوف ينتهوا يشاركوا في دعم الفلسطينيين من أجل وقف هذا المخطط. إسرائيل لا يمكن لها أن ترضى وتنفيذ، نتكلم بصراحة، ألمانيا لديها مصلحة في أن تستورد الغاز القادم من الأراضي المحتلة، قطاع غزة، الضفة الغربية، شاطئ غزة، شواطئ غزة مليئة بالنفط بالغاز، هناك 1.4 تريليون متر مكعب من الغاز. تريد ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي استبدال الغاز الروسي بالغاز القادم من منطقة الشرق الأوسط، وطبعا من أجل ذلك لكن روسيا لا تفعل شيئا في الواقع في العمق من أجل تغيير هذه المعادلة. يعني ليس هناك وجود محسوس لموقف روسي يخلق توازن، لأن هناك فجوة في الواقع، هناك فراغ، ولا موقف صيني أيضا. روسيا منشغلة الآن بما يجري في أوكرانيا، والصين أيضا هناك محاولة من الولايات المتحدة التقرب من الصين من أجل تحييدها. لا ننسى أيضا أن المشكلة بين الصين وتايوان، فبالتالي أعتقد أن الدعم الغربي لإسرائيل سوف يستمر. طيب. وفيما لو لم تنتبه الدول العربية والإسلامية لهذا الوضع ولهذا الموقف وتتبنى عقوبات وتتبنى مواقف صارمة، إذا حتى الدول الأوروبية الغربية عندما يذهب المفوض المسؤول عن السياسة الخارجية إلى دولة عربية يتحدث بلهجة، وإلى عندما يكون في إسرائيل بلهجة أخرى. ترضية خواطر المفوضة الأوروبية، وهي نقطة هامة أخي، يعني رئيسة المفوضية الأوروبية مواقفها حتى الشخصية مؤيدة 100% لإسرائيل، وكان ذلك تطمح في أن تكون أمين عام لحلف شمال الأطلسي في المستقبل، لذلك نجد أن مواقفها متشددة. بدأ ذلك واضحا أيضا من زيارتها الأولى لإسرائيل. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد رجائي بركات أرجون، تتفضل بالبقاء معنا. نأخذ معنا في مداخلة أخيرة الأستاذ سعيد صديقي من فاس. طبعا هناك موقف عربي وإسلامي أيضا تجاه ما يجري في غزة، وهو مؤطر بإدانة ما تقوم به إسرائيل، وأيضا كان من مخرجات قمة الرياض كما تابعت أنه مسألة كسر الحصار على غزة، هناك توافق عربي وإسلامي أيضا في هذا الاتجاه. هل يمكن أن يتبلور في شكل ما في هذه المرحلة أم لا؟ القرارات أم لا ينبغي التعويل على ذلك؟ يعني أقول أجيبك بطريقة أخرى، وأن القرارات في العلاقات الدولية وحدها لا تكفي في هذا النظام الدولي الفوضوي الذي يفتقد إلى آليات تنفيذ فعالة لقواعده، حتى فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وبالأحرى بقرارات الجامعة العربية. يعني في جميع الأحوال يظل موقفها من ناحية الأخلاقية مهم جدا، لكن كسر الحصار وتقديم الدعم المباشر لسكان غزة يحتاج إلى إرادة سياسية جماعية قوية، وهذا ما يفتقده العرب منذ وقت طويل. يبدو أن الضغط على إسرائيل من قبل حتى الدول العربية التي دخلت في علاقات معها يحتاج إلى غطاء سياسي جماعي، لكن مع الأسف شروط تحقق هذا مفقودة في هذا الوقت على الأقل. كيف يتراءى لك المستقبل
فيما يتصل بهذه الحرب وما يجري في غزة، هل ستتمتع إسرائيل بالمزيد من التغطية من أجل، لأنه نتحدث عن 1.7 مليون نازح نحو الجنوب، هناك استهداف أيضا للجنوب، هناك أيضا حديث عن ضرورة ترحيل الفلسطينيين ليس فقط من الجنوب بل من الجنوب إلى أقصى الجنوب؟ مع الأسف يمكن أقول بأن ما دام اللوبي الإسرائيلي في الغرب وخاصة في أمريكا لا زال مؤثرا، وما دامت الجبهة الداخلية الإسرائيلية لا زالت إلى حد ما متماسكة، فستستمر الحكومة الإرهابية الحالية في مجازرها. شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد صديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السيد محمد بن عبد الله بفاس، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. اللحظة ينضم إلينا أيضا مشاهدينا الكرام من برلين الأستاذ رضوان القاسم، مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذ رضوان القاسم، كنا بصدد الحديث عن المراحل المقبلة وكيف يتراءى المستقبل فيما يجري إزاء التطورات الحالية من انكشاف السردية الإسرائيلية بشأن استخدام حركة حماس للمستشفيات كبنيات عسكرية، أو ما يتصل أيضا باكتشاف المزيد عن أحداث 7 أكتوبر، بمعنى أيضا أن الجيش الإسرائيلي قتل يعني بشكل مقصود المئات من المدنيين الإسرائيليين في غلاف غزة بقصف بطائرات إسرائيلية. عمليا إذا استحضرت هذه العناصر كيف يبدو لك الوضع؟ كيف تستشرفه؟ أولا اسمح لي أن أحييك، مرحبا مشاهدكم الكرام. هذه الأولى التي تحكم إسرائيل، عندي صدى بالصوت. طيب نعم. طيب أستمحك عذرا أستاذ رضوان القاسم، سأعود إليك ريثما نتغلب على هذه الإشكالية تقنيا. أستاذ رجائي بركات، أنت كيف تستشرف المستقبل؟ كيف تبدو لك مسارات هذا العدوان في تداعياته على الفلسطينيين ولكن أيضا على إسرائيل؟ المستقبل سيكون معتم، مظلم، أسود بالنسبة للعالم العربي. حتى الآن لم يتم، الضغوطات التي تمت حتى الآن لم تقنع إسرائيل بإعطاء هدن مؤقتة من أجل معالجة وإرسال الطعام والماء للأطفال للسكان هناك. ما دام لا يوجد ضغوطات وعقوبات اقتصادية عربية، العمل كما تم عام 73 استخدام، لكن هل عمليا هل لا تزال مثل هذه الأدوات أدوات فعالة في الوقت الذي توجد فيه مصادر بديلة نسبيا لنقل؟ هل لا يزال هذا السلاح بنفس فعالية عام 1973؟ بالطبع، وخاصة أن هناك دول عربية لديها الغاز الآن، والغاز أصبح يحل تدريجيا مكان النفط. فإذا كانت الدول العربية اتخذت قرارات مقاطعة ليس فقط لإسرائيل وإنما أيضا للدول التي ترفض الضغط على إسرائيل، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، فبالتالي ما دام الوضع هكذا ستستمر إسرائيل في مخططها طرد إخلاء القطاع غزة نهائيا من السكان، إخلاء الضفة الغربية، ما يجري حاليا في الضفة الغربية أيضا بالغ الخطورة، الدمار، القتل، سقط أكثر من 200 شهيد منذ شهر وعشرة أيام في الضفة الغربية، وأيضا تنفيذ كما ذكرت في البداية ما يرغب به اليمين المتطرف، السيطرة تامة على منطقة الشرق الأوسط، وأيضا مصالح الدول الغربية في غاز الشرق المتوسط. تم العثور واكتشاف وجود حقول الغاز منذ سنوات طويلة، ولكن بدأ التحدث عنه فقط عام 2007-2008 ميلادية، فبالتالي الغرب لا يريد أن تكون سلامة تزويده بالطاقة في أيدي دول أخرى. إسرائيل هي التي تخدم المصالح الغربية، وإسرائيل أيضا هي التي، وهنا لا أتفق مع الزميل التي تحدثت سابقا، إسرائيل هي التي تسحب المواقف الأمريكية والغربية نحو التطرف ونحو دعمها، لأنها تعلم جيدا. هذا ما قاله أيضا ضيفنا من فاس، هي اللوبي الإسرائيلي في الغرب وأيضا في إسرائيل هو الذي يصنع الموقف الأمريكي.
اي، ولكن الحكومه الاسرائيليه هي التي في الواقع تؤثر على اللوبي الاسرائيلي في الغرب، وبالتالي تؤثر على المواقف الغربيه ازاءها. فاذا كان استمر الوضع على ما هو عليه الان، الحال ستقوم سيكون المستقبل اكثر خطوره بالنسبه للعالم العربي، وليس فقط بالنسبه للشعب الفلسطيني. فلسطين ليست هي الوحيدة المستهدفة، هناك مناطق أخرى، هناك طيب. تطلعات، هناك تختلف تماما أو تذهب إلى أبعد ما يظنه البعض. طيب، شكرا لك أستاذ رجاء بركات. أستاذ رضوان القاسم تعود معنا، أتمنى أن الصوت يصلك بوضوح. طبعا نتحدث عن استشراف مجريات هذا الوضع ومسارات هذا العدوان على ضوء أنه ما جرى في 7 أكتوبر يتكشف الآن. الرواية الإسرائيلية أيضا هي تعيد بناء نفسها، أو على الأقل نقول هناك الآن تحقيقات صحفية تكشف جزء أساسي كان يعتم عليه في الواقع، أن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن مقتل العشرات والمئات من مدنييه أيضا، وهناك أيضا سقوط لسردية استخدام حماس للمستشفيات كبنيات عسكرية. هل يؤثر ذلك في مجريات ما الذي نراه اليوم في الميدان أم لا؟ يعني أجدد تحيتي لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم أساليب الكذب والنفاق هذا الإسرائيلي، وهذا ما تعودنا عليه، حتى أنه أحيانا يفجر سفارة له ويقتل سفيرا ليقوم ليشن حربا على دول أخرى. يعني دائما يستخدم، حتى لو كان على حساب شعبه وعلى حساب الإسرائيليين، ممكن أن يستخدمهم كوسيلة لتنفيذ مخططات. وهذا ما جرى اليوم في موضوع 7 أكتوبر. العملية العسكرية التي قامت بها الفصائل الفلسطينية أربكت الإسرائيلي إلى أبعد الحدود، وجعلته مرتبكا حيث أنه لا يستطيع أن يعني يقول ما أو يرى ماذا يفعل، أن يصد الهجوم أم يقتل من في داخل المستوطنات. وهذا ما حصل فعلا عندما قاموا بالرد بالفعل، كان ردا فعلا مستيريا دون حساب أو دون انتباه لما يحصل، وقتلوا من الإسرائيليين ما قتلوا، ويعني اتهموا به حركة حماس، لكن تبين فيما بعد أنه كله كذب ونفاق. كذلك في موضوع المستشفيات، يعني بمعنى آخر الإسرائيلي يستخدم الإعلام بطريقة مغايرة للواقع، مغايرة للحقيقة، كالقول الذي يقول أكذب 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 حتى يصدقك الآخرون. يعني هذا الأسلوب بدأ واضحا للجميع، ولكن أنا اسمح لي هنا أن أشير إلى مسألة مهمة. بغض النظر عن المواقف أكانت أو التأويلات الإسرائيلية أكانت صحيحة أو كاذبة، إلا أن هذا لا يفرق، يعني ليس له فارقا كبيرا في الرأي العام الدولي وخاصة الغربي. يعني عندما يخرج عن السلطة الفلسطينية أو وزارة الصحة الفلسطينية ويقولون أن هنالك أعداد القتلى والجرحى كذا وكذا، ويصل الخبر إلى جو بايدن يقول الرئيس الأمريكي أنا أشكك بهذه الأعداد ولا أعتقد أن إسرائيل تقتل مدنيين، رغم كل المجازر التي ترتكب بحق الأطفال أثارت غضب العالم والشارع الغربي والأمريكي وكل الدول العالم، إلا الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يراها. يعني هذا مما يدل على أن الموقف السياسي لا يغير إذا كانت هنالك حقائق أم أكاذيب للكيان الإسرائيلي. الموقف الأمريكي والموقف الدول الغربية متخذ مسبقا بغض النظر عن الحقيقة، بغض النظر عن المجازر، بغض النظر عن تخطي الخطوط الحمر وتخطي القوانين الدولية والشرع الدولية. أمريكا والدول الغربية يعني ترى أن الإسرائيلي يحق له ما لا يحق للآخرين، هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع. ومن هنا نفهم لماذا الإسرائيلي يقوم بكل هذه المجازر ويقوم بكل هذه الارتكابات. يعني حتى في يعني الحروب العالمية الأولى والثانية لم يحصل ما حصل في غزة، حيث تقتل الأطفال وتقتل النساء وتدمر الأماكن العبادة من مساجد وكنائس
الجنائز، يعني تقصف المستشفيات، هذا بتاريخ الدول، لتاريخ الحروب، حتى ما قبل طيب. الجاهلية لم يحصل هذا. إذن إسرائيل تفعل كل ما تفعل بناء للغطاء المرفوع عنها، بناء للضوء الأخضر المعطى لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. فبغض طيب. النظر عن الأخبار التي تطلق من هنا وهناك، هذا لا يغير في واقع الأمر في شيء. شكرا لك أستاذ رضوان القاسم. أستاذ محمد رجائي بركات، حينما يطرح السؤال طبعا أين هي الدلائل عن أنه مثلا حركة حماس في 7 من أكتوبر بالفعل قتلت رضع وقطعت رؤوسهم، هذه السردية التي تم التسويق بها في البداية من لدن إسرائيل، أين هي الدلائل؟ يتوقع البعض أن الغرب في موقفه سيحرج وسيعدل، وكذلك الأمر فيما يتصل بأنه نتائج أو خلاصات الاستخبارات الأمريكية أنه حماس تستخدم المستشفيات، حينما بدأ من الفيديوهات التي انتشرت أنه ليست هناك بنية عسكرية واضحة، يتوقع البعض أنه سيكون هناك تغيير في الموقف الدبلوماسي، وكذلك الأمر فيما يتصل بما يكتشف الآن عن حقائق 7 أكتوبر. هل من المجدي بالفعل التعويل على أنه مثل هذه الكشوفات يمكن أن تغير جوهريا في الموقف الغربي، أم أنه موقف لنقول جامد فيما يتصل بدعم إسرائيل أيا كانت الحيثيات أيا كانت الاعتبارات؟ اعتدنا في الواقع على هذه الأكاذيب، يعني لا نذهب بعيدا، ما حصل في العراق، اتهام العراق بأنه توجد لديه أسلحة دمار شامل، وكولين باور أوضح وحمل صور أمام الصحفيين وقال هذه توجد هنا أسلحة دمار شامل، وبعد ذلك اعتذر وقال واعترف أنها كانت مكذوبة. رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير قال أن أجهزة الاستخبارات لديها معلومات عن وجود أسلحة دمار شامل، وتبين أن أجهزة الاستخبارات أخذت معلوماتها عن دراسة لطالب في السنة الثانية، طالب عراقي في السنة الثانية في الجامعة تحدث عن هذا الموضوع، وطبعا كان هذا الموضوع بمثابة أكذوبة أيضا. الآن الأكاذيب أعتقد أن أجهزة، إما أن تكون أجهزة الاستخبارات الغربية ضعيفة لدرجة أنه يمكن لها تصديق وأن تصدق حكومات هذه الأمور، وإنما أن يكون هناك دعم أعمى، وأعتقد لإسرائيل، وأعتقد أن الوضع هكذا، هناك دعم أعمى لإسرائيل لترابط المصالح. يعني كما ذكرت هناك مصالح اقتصادية في مجال الطاقة، في مجال التجارة، هناك رغبة لدى دول الغرب في مواجهة خط الحرير الجديد الصيني. الصين أنفقت تريليونات الدولارات منذ أكثر من 12 عاما من أجل أن تنتشر وتتوسع اقتصاديا في العالم وأيضا في الدول الأوروبية. تحاول الآن أوروبا والغرب مواجهة التغلغل الاقتصادي الصيني، ولا يمكن أن يتم ذلك وما زالت منطقة الشرق الأوسط تحت سيطرة، على سبيل المثال غزة والضفة الغربية، ما دامت فلسطينية وعربية ودول أخرى أيضا. فبالتالي الموضوع أعتقد مهما تم التحدث عن الأكاذيب وكشف تلك الأكاذيب أمام الرأي العام وكذا، الحكومات ومن يحكم اقتصاديا العالم لا بد له أن يستمر في الدعم إلى أن يتم تحقيق هدفه. وإذا كما ذكرت وأعيد للمرة الثالثة والرابعة، إذا لم تتخذ الدول العربية والإسلامية مواقف صارمة بهذا الخصوص، فإنها هي أيضا مستهدفة. طيب. عندما نجد في بعض الدول العربية شركات أجنبية، لا أريد أن أسمي تلك الدولة، شركات أجنبية تقوم بشراء موانئ، شراء أراضي، شراء عقارات، شراء مزارع، شراء كذا بأسم بأسماء وبأسم شركات مسجلة لديها، وفي الواقع من يبحث جيدا عن من وراء هذه الشركات يجد أنها لمصالح دولة أخرى. طيب. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد رجائي بركات. أستاذ رضوان القاسم، في خضم هذه الحرب الجانب الإسرائيلي يقول بأنه سيكون هناك وجود أمني دائم، وبأنه ينبغي التعامل مع المرحلة المقبلة في غزة كما تم التعامل مع مراحل سابقة مثلا في اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
والأمريكيون أيضا يقولون بأنه ينبغي أن تكون هناك سلطة فلسطينية في غزة. هل يترجم ذلك وجود رؤية أو استراتيجية للحرب على الأقل من الجانب الأمريكي والإسرائيلي؟ يعني من الواضح الأمريكي والإسرائيلي لديهم استراتيجية، وطبعا تسليم المنطقة وتسليم غزة تحديدا للسلطة الفلسطينية مؤقتا، لأنه هنالك مشروع يريد الأمريكي والإسرائيلي تنفيذه وهو الوطن البديل، يعني إخراج الفلسطينيين من غزة نحو سيناء وإخراجهم من الضفة الغربية نحو الأردن. هذا هو المشروع الحقيقي الذي بدأ على العمل، يعني للعمل على تطبيقه الآن من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. السلطة الفلسطينية ما هي إلا صورة، لكن السؤال بكل بساطة: ألم تكن إسرائيل في غزة وأخرجت منها تحت الضربات في المقاومة؟ هذا يعني طبعا، وكانت الوضع لفصائل المقاومة مختلف تماما عما هي عليه اليوم. اليوم اختلفت القوة واختلفت الموازين. أضف إلى ذلك أنه هل باستطاعة الإسرائيلي البقاء في غزة؟ يعني هو دخل غزة، لكن هل باستطاعة هذا الجند الإسرائيلي بدبابته أن يبقى في غزة طويلا، أم أنه سيستنزف ويستنزف فعلا للقتل البطيء؟ وهذا ما تبين من خلال الفترة الماضية، يعني منذ بدخوله برا حتى الآن هنالك أكثر من 70-80 باعتراف الإسرائيلي 80 قتيلا إسرائيليا، بالإضافة إلى الدبابات وحرق الآليات وإلى ما هنالك. بمعنى آخر، الإسرائيلي يمكن أن يدخل، لكن إما أن يخرج ميتا ومقتولا، وإما أن لا يستطيع البقاء ويخرج هاربا. حتى بالأمس يعني هذه الليلة تراجعت الدبابات الإسرائيلية أمام ضربات المقاومة. بمعنى آخر، الإسرائيلي لا يستطيع، يعني بعد نحو 45 يوم من هذه الحرب على غزة، كيف تقيم أنت أداء المقاومة الفلسطينية في غزة؟ يعني طبعا لا نستطيع ان نقارن بين القوة العسكرية طبعا الإسرائيلية. نحن نتحدث عن الأسيمتري، عن عدم التوازي في المقدرات العسكرية بين الجانبين، لكن كيف يتم تقييم أداء فصائل المقاومة الفلسطينية؟ هذا ما اردت الوصول اليه، هذا ما اردت الاشاره اليه، ان رغم ان كل الضربات، كل الطائرات التي قصفت بشكل لا يوصف للمره الاولى في التاريخ، ربما هذه القنابل تسقط على غزه، ونرى ان الصواريخ ما زالت تخرج من غزه باتجاه تل ابيب، ما زالت المقاومه قائمه وموجوده، ما زالت الدبابات الاسرائيليه والجنود الاسرائيليين يحترقون ويقتلون في غزه، يعني هنالك مقاومه قويه وشديده. كل ما فعله الإسرائيلي هو ضرب المدنيين، ضرب الأطفال، وهذا ليس إنجازا عسكريا. الإنجاز العسكري لو قضى على حماس كما ادعى نتنياهو ووضع له شعار، كما أراد جو بايدن ووضع له أيضا أن هدفه هو القضاء على الإرهاب بين هلالين كما سماه، لكن الواقع هو غير ذلك. الواقع أن ما زال المقاومة على حالها، بل قوية، بل أنها تستطيع أن تضرب العمق الإسرائيلي بقوة، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الإسرائيلي رغم كل الهجمات ورغم كل الغارات التي أقامها والتدمير طيب. الذي أقامه، هو لم يصل إلى العمق الحقيقي للمقاومة، هو ضرب مدنيين، وهذا لا يتم إنجازا، لكن بالتأكيد سيكون نتائج سلبية فيما لو استمر. يعني هذا استنزاف طيب. الإسرائيلي على مدى طويل. نحن نعرف أن الإسرائيلي لا يستطيع إقامة عمل عسكري لمدة طويلة، هو دائما تعود على الحروب القصيرة، ولكن هذه المرة لا أعتقد أنه سيستطيع الخروج منها بسرعة. طيب، شكرا لك أستاذ رضوان القاسم. أستاذ محمد رجائي بركات، بعد 45 يوم طبعا من هذه الحرب على قطاع غزة، كيف تستشرف أنت لنقول عناصر الصمود في الميدان؟ كيف يمكن تصور بقاء الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية في غزة؟ نتحدث أساسا عن المنطقة الشمالية. في الواقع حتى الآن يوجد مئات الآلاف من الفلسطينيين في المنطقة الشمالية، والدليل على ذلك أنه عندما تقوم الطائرات الإسرائيلية بقصف مربع سكني، نجد أن هناك مئات الأشخاص متواجدين هناك ويأتوا لإنقاذ الآخرين.
فبالتالي القول بأن إسرائيل سوف تتمكن من إفراغ حتى شمال قطاع غزة أعتقد أن هذا كلام خاطئ. هناك دعاية أيضا إسرائيلية تهدف إلى تشجيع الناس على المغادرة تماما كما حصل في عام 48 1948. صحيح. إسرائيل قامت بارتكاب 58 مجزرة ودمرت 540 قرية فلسطينية في فلسطين آنذاك، وذلك من أجل حمل السكان على الهروب والنزوح واللجوء إلى دول أخرى. ولكن الآن الفلسطيني تعلم هذا الدرس، ولذلك نجد أنه حتى الأطفال يقولوا أننا هنا ثابتون، النساء على الرغم من أنه لا يوجد ماء ولا يوجد طعام ما زالوا مصرين على البقاء. طيب، حينما تقول مصرين على البقاء، في البداية كان هناك حث على الذهاب إلى الجنوب من لدن الجانب الإسرائيلي، والجنوب أيضا قصف، والآن هناك حديث عن أقصى الجنوب. لكن عمليا كيف يمكن أن تتطور الأمور باعتبار هذا لنقول هذا الانزياح الواقع؟ إذا لم تتحرك الدول العربية والإسلامية سيستمر في إبادة الشعب الفلسطيني، ولكن هذا الأمر وهذا ما أعتقد ما يجهله على ما يبدو القادة العسكريين الإسرائيليون، أنه كلما كانت أعمالهم همجية ووحشية ضد الشعب الفلسطيني سيزداد انتماء الشعب الفلسطيني إلى أرضه وإلى وطنه. الآن التأييد الذي يحظى عليه رجال المقاومة الفلسطينية بين الشباب أرى ذلك خلال مظاهرات في أوروبا في بروكسل، هناك تأييد واندفاع للشباب وكذا فلسطينيين أو غيرهم من أجل مساندة السكان في غزة وفي الضفة الغربية. فبالتالي كلما ازداد العنف ضد الشعب الفلسطيني كلما زاد التأييد وإصرار طيب. الشعب الفلسطيني على البقاء، لأنه الشعب الفلسطيني جرب اللجوء عام 48 والنزوح عام 67 فبالتالي لا يمكن له أن يقبل وأن يرضى حتى آخر قطرة دم، سيبقى الشعب الفلسطيني صامد هناك. وإذا حتى لو تآمرت بعض الأطراف من أجل إخراجه فإنه سيستمر، وحتى من يبقى شكراً. في الخارج يبقى فلسطيني ويبقى متمسك بفلسطينيته وبعروبته وبإسلامه. المعركة ليست إسرائيل ضد الفلسطينيين، المعركة كما ذكرت في البداية وأكررها أبعد من ذلك بكثير، وعلى الشعب العربي والشعوب الإسلامية أن تفهم هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد رجائي بركات، الخبير في الشؤون الدولية من بروكسل، على كل هذه التوضيحات. نشكر ضيفنا أيضا من برلين الدكتور رضوان القاسم، مؤسس مركز بروجين للدراسات الاستراتيجية، على مشاركته القيمة معنا. ونشكر أيضا ضيفنا الذي رافقنا في بداية هذه الحلقة في نصفها الأول، الدكتور سعيد صديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، بإمكانكم العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني mediantv.com ومنصاتنا الاجتماعية الرقمية. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.